عندك تليفون وعندك اللي يديرها بك الغالي كل صباح في الكانيولا. كانيولا مع الغالي. الو لالا مجدة، مساء الخير سيدي. الله يحفظك. كده انا مع الصحاحة لالا مجدة اليحياوي. الحمد لله، الله يبارك فيك. اخبرتي على التلفزيون؟ شويش شويش. ايوا صاب الله، حنا ان شاء الله بجد الله تعالى وجدنا ان شاء الله غادي نرجعوك ان شاء الله. ان شاء الله، الله يعطيك الخير. ياك ما نديرونجي كل شي حاجه. لا لا لا، مرحبا، شكون معايا؟ عفات معاك اسماعيل، غادي نبغيوك ان شاء الله في واحد المشروع شكون ان شاء الله. اسماعيل؟ شكون اسماعيل؟ اسماعيل بوت برودكسيون سوفت برودكشن، مرحبا. وبغيناك ان شاء الله في مرحبا. واحد المشروع وي غادي تكون فيه ان شاء الله اللغه العربيه والملحون، واحد الشكل جديد فهمتيني، بغينا نديرو به ان شاء الله. مرحبا. ان شاء الله شو قيت لك، انا عندك غدا تدوزي فين عندنا هاد ان شاء الشيء؟ الله. فين غادي يكون؟ غادي يكون عندنا البات برودكسيون عندنا في الدار البيضاء، ولكن ليفينمون غادي يكون ان شاء الله في مراكش في واحد الرياض. الله غادي يحضر الله. فيها ان شاء الله واحد المجموعه من الاجانب، بغاو يزورونا ان شاء الله في مراكش، وباغيين هما مولعين بهذا الشيء الملحون. أجانب مولوعين بالملحون. اش بان لك؟ ممتاز ممتاز. وي كاينين الناس ما اللي صرفتي ليش اصاحبي، الو صحي لي لا اي وي ماشي. ما صرفتي ليش 200 درهم اصاحبي اللي قلنا لك. انت الو شوف اختي ماجده من قبيله هما كيقلبوا على الصرف تاع 200 درهم ما لقاوش. اش قلت اختي ماجده؟ بين لي لا مشغول. لا 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 ما مشغولش، حنا دابا فهمتيني، ما حنا مع الجره هذه درنا واحد البروجيكسيون البارح، صورنا فيها حتى ل 12 ديال الليل. دابا حنا دابا 10 ديال الناس، داك الحاج ولدات ليه المراه مسكين. شنو هو؟ الحاج ولدات ليه المراه الله يكمل عليه بخير. اش قلتي اختي ماجده دابا في لا هادشي؟ اش لا بان لا، لك؟ شو انا دخلت والله دابا. واش عندك الصرف ولا تهضر معايا ولا لا شنو كان هو هضر عندك معاك، كان المشكل؟ هضر معاك، كان واخ هضر معاك. واخ، اش بان لك قلت في لك المشروع؟ الفكرة ممتازة ممتازة ممتازة، ما عندي ما نقول. مرحبا، غادي وفي تشرفينا ان مدينة شاء الله. مراكش. الله يا سيدي بكل فرح. قال لي الحاجة اللي تخدم التراث. حنا بارك الله فيك. ازا صاحبي الصوافي لا إله إلا الله، لا إله إلا جيب الله، لي لا البروجيكتور. إله. سيدي صح الله سيدي العظيم سيدي شريت اسماعيل، جوج، شو شريت. نعم شو لا تعاين لي باين لي مشغول. إلا كنتي مشغول ممكن تعيط لي في وقت آخر، لأن أنا لا شريت سبحان الله العظيم جوج ديال البروجيكتور حرقوهم ليا، ما عرفتش حسي ماشي في عادي مشكلتي انا، ولا. هذه ماشي مشكلتي بلاتي. ما تقوليش البروجيكتور دابا، هضر معايا في الفكره. انا شتي لي مخي لان ما عرفتش. قول لي بعدا الفكره، ولا سالي معايا ولا سالي مع الاخرين. دابا الاستاذه ماجده اليحياوي وحق الله انت هي اللي عزيزه على الوالده بعدا فهمتيني، عزيزه عليها الله بزاف، يعطيها الخير، الله هي يخليها اللي لك اختارتك بركه. والله، الا هي اللي اختارتك. امال الشركه كاع ما كيفاش بغاتك. طب كيفاش الله الشركه ما بغاتنيش زعما؟ وشغلها؟ علاش كتصل بيا اذا؟ وهي انا راه قلتها لهم، قلت لهم راه لا ماجده اليحياوي راه تمام. انت بنادم ما تتيش عليه. دابا باش نشرح لك باش ندخلوا ديريكت للموضوع، عندنا الانترو ديال القصيده غادي يكون فيها تكون باللغه العربيه الفصحى فهمتيني، ما باش يمكنش. ملحون، هذه قصيدة الملحون بالعربية الفصحى. بحال السرابه. السرابه باش غادي تدخلي ان شاء الله غادي يكون الحضور ديال اللغه العربيه الباهيه القويه ما تتخضع لكل القواعد تاع المنطق والحياه. حنا دابا بغينا نديروا اللغه لا العربيه. لا لا، بلاتي بلاتي، عفا سيدي عفا سيدي، بلاتي بلاتي. كيفاش ما كاينش بعدها سرابة باللغة العربية الفصحى؟ هذا الشيء عاد تخلق جديد. بغينا نخليو اللغه العربيه تكون دائما فهمتيني نكونوا عالقين متعلقين بها. يا سيدي شنو هاد عالقين متعلقين؟ انا راه سمعت في الدنيا وما سمعتش بحال هكا. ما تقولش لي السرابه والملحون داكشي وهاد المزج وهاد العالقين المتعلقين، لا شنو هاد الشيء؟ بغينا نمزجو ما بين اللغه الشعبيه واللغه العالمه. الله يعطيك الرضا، انا عندي واحد الدم دغيا. بغيتي كاع نسمع عليك لا سميتو، نسمع عليك المطلع ديالها، نسمعها عليك. القصيده هي تاعت الشاعر فهمتيني الليث بن فاز الغضنفاري، تيقول في شنو النيت؟ اش الليث النيت؟ الليث الغضنفاري تيقول ومدركلين بالشنصلين تجولقت عفص له لا لا بالفيروز لا 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 العقال. لا ما تخ... انت غادي تطلع لي القنويه، عرفتي انا راه عندي واحد شويه ديال الثقنويه فيا، اطلع لي القنويه وغادي دابا القصيده تاع الملحون اللي غادي تغني لنا. شنو هي القصيده اللي لا غادي لا نقول له؟ لا لا لا، قولي انا لنا، جاي قولي لي القصيده، قولي لي القصيده اللي بغيتي انت كترتاحي فيها. مش هذه كاع هربتي لي كاع القصايد، اسماء القصايد ما حضر لي دابا حتى وحده، لان صافي ما لا انا راسي داخلي والله. لا اسمح اسمح لي، انا فريمون الحديث معك كيعصب. لا لا لا، شو لا اله الا الله، لا اله الا الله. سيدي الشريف، مولاي الشاعر اللي كتب، شوفي غيره كيكتب تا هو الملحون، وقالوا لي فهمتي راه يمكن نحطوه على شي قياس. اش من قياس يمكن نحطوه في شي قصيده الملحون؟ سيدي مولاي اسماعيل، راني انا قلت لك من قبيله وانا اعصابي معك، لان ما كلامك ما تفهم لي لا من قريب ولا من بعيد. الله يخليك. وهذيك ما انا الا بشر، قال لي راه هو القياس ديالها هو حب حبيب الرحمن. ايوا غنيها انت ثاني. ديال الشيخ الجيلاني. وقرينا عند الشيوخ وما سمعناش هاد الهبال ديالك. حب حبيب لا الرحمن لا، خمرني يا لا اخوان، الا بشر
خمرني يا الخوان وسقاني من جريان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف تدخل تخرج في الهضرة. لا أنا عندي قصيدة، أنا عندي قصيدة أنتي أنا ما حفظهاش، قولي لي أنا قصيدة ما حفظهاش أنا. وانا عطيت قصيدة حفظات بيني بها فهمتيني. ما انا تنغني داكشي اللي حفظه انا، ما تنطبع عليا انا ما بغيتش انا دوزي لي داكشي اللي مولفين كدوز داكشي راه راح حفظوه الناس. انا بغيت نعطيك واحد القصيدة تبان فيها. غني ثاني لا حفظوه الناس، غني ثاني. عندي واحد القصيدة دوزها لي ان شاء الله، والله تتيري بها البوز ان شاء الله. انا بغيت غير نفهم واش انت شاعر ولا اجون شاعر. شوفي شاعر، شاعر وسجال ومنتج ومخرج وكنزل الكاميرا فهمتيني. بحال هما اللي خرجوا على هذا السلسله بزاف ديال النجوم، بزاف ديال النجوم بينتوما انا هاد العبد المتواضع. الحمد لله. ايوا نيت مع داكشي نيت. ايوا يا نيت. القصيده كتقول اش من شيكي يا شياك يا اللي شانك بالتشياك، فين حتى هواكم شاك باش نفعك هاد الشيكي، نوض وجمع راسك وراك لا تكون في لعبك بعكاك، ما انت حامل غير شناك واش نقدا لك الجوكي، واخا تلبس ماواتك واخا نايك جات معاك، ما انت روكي ولا جاك راك من روكي من روكي. اش بان لك؟ ايوا نيت حيت هاد الكلمات راه نيت هما اللي كيصدقوا في هاد الوقت. ولا مجدة اسيدي شكرا بزاف. شكرا ليك انت نيت. هذا واحد المقلب دار لك على اذاعه ام اف ام. ياك 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 تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه. والله يعطيك الخير لانه فريمون عرقتيني، لان تنقول عندك شي حاجه ديال الملحون فيك، كاين في داك الخربوقه ديالك كاين الملحون. الله يحفظك لاله ماجده، قدمي لي التحيه ديالك للمحبين ديالك. اولا تنحييكم تبارك الله عليكم وعلى كل البرامج اللي كتقدم في ان اف ام، يعني اذاعه ممتازه، وانا شخصيا من الناس اللي تنتبعها بشكل يعني كل ما سمحت الظروف اني نتبع برنامج برامج هادفه وجميله، ونتمنى لكم التوفيق. وتنحيي كل مستمعي اذاعه ام اف ام، وتنحيي طبعا كل اللي كيشتغلوا داخل اسوار الاذاعه، ونتمنى لكم التوفيق لانه فعلا خلقتوا جو جميل في المجال الاذاعي. وتحيه للا ايناس وتحيه للا ياسمين اللي غادي ان شاء الله مدرسه الله يسر لهم. يخليك ليلي الله يبارك فيك و... والله يسمح لك. هطل يا وحش رسول دافي بكرام.